أنا أبارك للشعب العراقي أنه وصل إلى مرحلة هنالك من يتصدى وهو الإطار التنسيقي. نعم. وهذه خطوة كبيرة جدا، يعني رغم بعض الأخوة نعم. لهم رأي آخر. نعم. ولذلك أنا أرى أنه هالشكل أن الإطار التنسيقي اليوم شجاع وقوي، ويريد شجاع وقوي. نعم. خطوة نعم. شجاعة. نعم نعم. ويريد أن يشكل حكومة، وهذه بادرة جميلة جدا وقوية، وله ثقة في النفس. نعم. وثقته انه يريد يتحمل المسؤوليه. نعم نعم. ابتعد انه اقترب من الديمقراط واقترب من السياده. نعم. لكن يقول لك ماكو توافقات. موجوده هذه التوافقات. التوافقات التوافقات موجوده، ولكن لا نريد اظهارها في العلن. نعم. توافقات موجوده، وتوافقات تخص شعبنا الكردي. عندكم توافق نعم مع الحلبوسي؟ نعم نعم نعم. شعبنا كل المكون، نحن حكومه مكونات. نعم. ولذلك المكون السني ياخذ حصته ان شاء الله. نعم. كذلك المكون الكردي. نعم. ونحن أمام هذه الاستحقاقات. نعم. والاستحقاق والشراكة إن شاء الله قادمة وقوية. نعم. ولذلك أنه الثقة متبادلة وعالية. نعم. ويطمئن الجمهور، جمهورنا العراقي، بأن الحكومة القوية قادمة، وحكومة نعم. الخدمات قادمة، وحكومة أنه لا تستثني أحد نعم. من مكوناتها، أو لا تريد أن نعم. تلغي دور أحد. ولذلك اليوم أنه دورنا إن شاء الله القادم سوف يكون مثاليا نعم. وقويا. نتمنى هذا الشيء. وحكومة خدمات إن شاء الله. إن شاء الله. لكن سيدنا يعني في نعم. ظل الآراء المختلفة بينك وبين السيد وائل، يعني تحدث عن الفشل وربما تكون حكومة فشل وماكو أي اتفاقات، وتحدثت عن حكومة وبشرى للشعب العراقي أنه هذه الحكومة ربما هي المصباح السحري اللي راح تحقق أحلام الشعب العراقي والمأساة اللي عاشها خلال 19 عام. شنو ثقلكم بهذا الموضوع؟ على شنو تعتمدون؟ شنو ثقتكم؟ من وين جاية؟ نريد نعرف. شوفوا.